انا احمد طارق احمد عبد المقصود من كفر صقر شرقيه، سني 22 سنه. بدات حفظ القران وانا صغير في كتاب. جدي هو اللي كان ليه الفضل عليا في حفظ القران كاملا. ختمت القران الكريم تقريبا في الصف السادس الابتدائي. بدات طبعا اكتشاف الموهبه عن طريق الاذاعه المدرسيه. كان بقرا على طول في الاذاعه وكده، وبعد كده بدات اقرا في جميع حفلات الاداره، بعد كده قرات في حفلات المحافظه. اتكرمت كذا مره هنا في الاداره التعليميه. اخدت مركز اول على مستوى المحافظه في الحفظ القران برضو وانا في المرحله الابتدائيه وفي الاعداديه. بعد كده بدات لما دخلت الجامعه اقرا في حفلات رئاسه الجامعه كلها الحمد لله يعني، ومناسبات المحافظة برضو القراءة وكده برضو. انتبهت لمجال الإنشاد الديني في دخولي الجامعة في سنة أولى جامعة. الكلية عندي 4 سنين، طول ال4 سنين الحمد لله يعني أخدت مركز أول على مستوى الجامعة في الإنشاد الديني. شاركت الحمد لله في مسابقة إبداع تبع الشباب والرياضة وأخدت فيها مركز أول، وكان في مسابقة شيخ الأزهر للأصوات الحسنة أخدت فيها مركز أول الجمهورية، ومسابقة التحبير العالمية في الإمارات الحمد لله ربنا أكرمني برضو فيها وأخدت مركز، وفي كذا مسابقة يعني محلية هنا في مصر برضو ربنا أكرمني فيهم وحصلت فيهم على مراكز كويسة يعني. بعد كده بدأت نفسي بقى ان شاء الله حلمي ان انا ادخل اذاعة القرآن الكريم ويتم اعتمادي فيها كقارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما
إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صدق الله العظيم. أسلمت وجهي للذي أحياني أسلمت وجهي للذي أحياني فهو الذي من طينة سواني. سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة القرآن فهو فلذاته خشع الوجود جميعهم وإليه يرجع سائر الأكوان. رباه يا ذا الفضل يا رب الورى أدعوك في سري وفي أرجوك عفوا يا إلهي دائما عن كل آثامي وعن